أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: رجل أدرك من الصلاة ركعة أو ركعتين ثم أتم الباقي بعد الصلاة، وبعد أن سلم وجد جماعة أخرى فقام يصلي معهم، فهل فعله صحيح؟ لا، وش يصلي معهم؟ وش على شك؟ لكن لو قدر إن واحد جاء ولا هنا أحد يصلي معه، فأنت تصلي معه من أجل يحصل على الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. إذا كان جاء واحد ولا أحد يصلي معه وأنت قد صليت، يستحب لك أنك تقوم وتصلي معه من أجل أن تجبر الجماعة معه. أما إذا كان معه جماعة فليس بحاجة إليك. نعم.